مشاهدو قناة حكايات، أهلا بكم في حكاية إخبارية جديدة. أحمد فهمي يتراجع عن الاعتذار لشيكابالا ويؤكد الأهلي وجمهوره أسيادك. وجه الفنان أحمد فهمي رسالة لجمهور النادي الأهلي بعد سخريته بطريقة غير لائقة من لاعب نادي الزمالك شيكابالا. وكتب فهمي عبر حسابه بموقع فيسبوك: رغم خلافي الشديد معاه ومفيش صلح ولا من قريب ولا من بعيد بيني وبينه، لكن موضوع الكلب والفيديو ده حاجة عنصرية جدا الصراحة ومنظر بشع. احنا جمهور كبير ومحترم وبنقول على الغلط غلط حتى لو طلع من عندنا. الاعتذار عن اللقطة دي واجب، بعتذر لك، لكن موقفي منك ثابت لن يتغير. لم تمر سوى ساعات بسيطة ليتراجع أحمد فهمي عن اعتذاره لشيكابالا لاعب كرة القدم في نادي الزمالك بسبب فيديو مسيء له. وكتب فهمي عبر حسابه بموقع فيسبوك: أنا بسحب أي كلمة قلتها عنك، فعلا الستوري بتاعته حالا حاجة تقرف، واللي مش عاجبه يشني من عنده. الأهلي وجمهوره أسيادك، وبعدين عيب تبقى ابن النادي الأهلي ومضيره قبل كده وتعمل كده. وتابع: فك كده، ما تبقاش نفسيتك أفشى يا نبطشي. وأرفق فهمي في منشوره صورة نشرها شيكابالا عبر خاصية القصص المصورة على حسابه بموقع إنستغرام، ظهر فيها وهو يرفع الحذاء في وجه جمهور النادي الأهلي خلال مباراة سابقة. وهو الأمر الذي دفع أحمد فهمي لتغيير موقفه والتراجع عن الاعتذار. يذكر أن هناك خلافا كبيرا نشب بين فهمي وشيكابالا في شهر أكتوبر الماضي خلال تواجدهما في حفل زفاف الشريف منير حسن عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، إذ بدأت المشادة عندما عاتب شيكابالا الفنان أحمد فهمي بسبب تصريحاته كمشجع للنادي الأهلي. من جانبه حاول فهمي تهدئة شيكابالا قائد الزمالك، إلا أن الأخير قام بسب جمهور النادي الأهلي، وهو ما دفع أحمد فهمي للاشتباك معه. وفور حدوث الواقعة تدخل أمير مرتضى منصور وعدد من الحضور لفض الاشتباك الذي كاد أن يتحول إلى مشاجرة بالأيدي. انتهت حكايتنا الإخبارية، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.